سعد برا مو هون. أنا جاي أشوفك، مو جاي أشوف أبو سعد. خير أمري؟ ما في تفضلي؟ تفضلي. ميمون، أنا شو بالنسبة لك؟ بنت أسرة صديق إلي. بس؟ في استلطاف. استلطاف من طرف واحد ولا من طرفين؟ ما بعرف. سأل قلبك. سألته عدة مرات. شو جاوبك؟ قال لي إنك أنت مستلطفتيني. مزبوط. بهنيك على جرأتك وصراحتك. ست سميرة، سامحيني. أنا لاحظت اهتمامك الشديد فيني. ورغبتك بإنك تمتلكيني، أو بالأحرى إن يكون بيناتنا علاقة زوجية سعيدة، وأنا بتشكر وقفتك معي وإحساسك الشديد بأزمتي المالية. بس أنا حالياً ما بعرف شو بدي أقول لك. ماني مفكر موضوع الزواج أبداً. أنا إنسان مهشم محطم، إنسان غرقان بالبحر، موجة بتاخذني موجة بتجيبني، ماني عارفان شو بدي اساسا. ارجوكي ما تزعلي من صراحتي، بس بنصحك تدوري على بني ادم يناسبك ويستاهلك، يعرف قيمتك. انا فعلا ما بناسبك، وانا فعلا من كل قلبي بتشكرك على اللحظات الحلوه اللي حققتي لي اياها واللي حاولت تساعديني فيها. ومشان المبلغ اللي اخذته منك لاعطيه لابو رياض. لا تكمل. انا المبلغ لما اعطيتك اياه لأني حسيت إنك بظرف صعب، وأنا مسامحتك فيه. لا 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 لا، أنا ما بقبل أساساً، وعند أول فرصة إن شاء الله بدي أرجع لك إياهم 15,000. أنا ما بدي منك شيء، بس بدي تتذكرني بالخير. وتأكد أنا دائماً رح أتذكرك، ما رح يتالي بال حتى أدرى إنك استقريت بحياتك. خاطر أكيد. ممكن نشوفها بعد إذنك؟ تفضلي تفضلي ارتاحي.
أهلا وسهلا، شو بتحبي تشربي؟ معلش إذا ناديت أختي تقعد معنا؟ ولو أهلا وسهلا. قومي أختي، قومي اقعدي معنا أحسن ما تضلي لحالك. مرحبا. اهلا وسهلا. انا اسمي سعيد مسعود. تشرفنا. وانا سعاد واختي ويدان. تشرفنا. بتشتغلوا ولا بتدرسوا؟ بنشتغل وبندرس. شو بتشتغلوا؟ انا بالسياحه. وحضرتي؟ احيانا بتجاره العمله. اهلا وسهلا. شو بتحبوا تشربوا؟ انا قهوه وسط. نفس الشيء. انا جرسو. ايوه. اذا بتريد اثنين قهوه وسط. اي حاضر. شكرا. حضرتك شو بتشتغل؟ تجارة حرة. طيب متزوج ولا عزابي؟ والله عوايدك ما بقى تبطلها؟ أهلين سهلين. لا أهلين ولا سهلين، يخرب بيتك، ما بتقدر تقعد دقيقة بدون ما تلعب بديلك؟ منو هدول ولا؟ والله لا تعرفت عليه، هو عم يسألوني قديش الساعة. تجيك ساعة إن شاء الله وما حدا يعرف دوا. منو أنتو؟ نحن. انت مين يا خانم؟ انا مرته يا اوادر. ايه ما عم بلاقي دوا. ان شاء الله. مرحبا جديد. اهلين. اخذ لك معلقه؟ اعوذ بالله. شو ها؟ تنينها؟ انا عم تهجر بالمعالي. على بالك اكلة الطشه. لك شو قصتك انت يا ابو سعد؟ مره بتبيع قوابع، مره بتبيع يا رصيد، وهلا معالي، ولك معالي بقلب الدائره عم تبيعها. لك هلا اشتريت من واحد معتر جبرت بخاطره، خذ لك معلقه واعملي عليه عشاء وعزمنا. ما بدي. لك اخي اذا مشان حقه خليها لاخر الشهر، بعدين ما له محرز ولا حط لك اياه، كله شغله 150 ورقه. لا عمي انا ما بدي ما بدي. شوف خيريه اذا بدها اياها حطه بكيس وحط لها اياها معجنه. ايه شو قلتي خيريه خالو؟ انا ما باكل سودا. اذا مشان حقه انا بدفع. مو مشان حقه، انا بقرف من السودا، بدي مين يقطع لي اياه؟ ابو زهدي بيقطع لك اياه. مر ابو زهدي قطع لي وملحه وبهره واطبخ لي اياه. مو على راسي، عم بشتغل عند ابو يلي انفضك انا. ما روح روح من هون احسن ما روح لعند الاستاذ ميمون وفهمه على فصولك فصل فصل. ها لا امرك ابو زهدي امرك سيدي. صحيح ما بينعطى وش، يعني مين جه الام دلله هالدلال غير معلمه؟ على حسب وذات قلبي يا ابويا راح اقول لي الزين سلامات 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 على حسب وذات. اهلين اختي. اهلين. طمنيني ولك اختي شو صار معي؟ الظاهر كلام ابو سعد مزبوط. قلبي شايفة لك اختي؟ شايفة. يا ترى ليش عم يبكي؟ ليكون ميت لحدا عزيز عليه. انا بقول مضيع مصاري او خسران تجارته. يا اما رسمان السنة بالجامعة او عم يبكي على الام العربية. بقى شو في؟ كل ماله عم يزيدها. ليكون عم يعمل هيك لحتى يلفت نظرنا اليوم. يا اما مشان يشحد مصاري او محركة عليه الزايدة. هلا اذا محركة عليه الزايدة بيجي لهون بيروح على المستشفى. شو رأيك؟ أنا قايمة اتحكش فيه، بلكي بعرف ايش عم يبكي. وأنا بروح معي. مرحبا. مرحبا. عم قول لك مرحبا. شو بدكم؟ حابين نقعد معك، شان مواسي. ما بدي أبي يقعد معي. الحقيقة صعبت علينا كثير وأنت عم تبكي، خير شو قصتك؟ حدا زعجك؟ حاجة تضرب حالك، شو بك؟ قلنا شو قصتك؟ طيب بلكي بنقدر منساعدك. أهلي بدهم يجوزوني. هلا مشان هيك عم تقتل بحالك وتبكي؟ قليلي هالمصيبة لك. هلا نحن مصيبة؟ معلوم، بعد اللي شفته من جارتنا يحرم علي جنس النسوان. اضرب حالك لكان، وإذا بدك مساعدة لنساعدك. ها؟
ولي عليك قاعد شفقنا عليه. بتحلوا من هون ولا بقلب المحل على راسكم؟ شو هذا يا عنسة؟ شو هنخصم مصايبكم نحن اليوم؟ يلا الله معكم. امشي اختي امشي، اذا مو الحق عليك، حق علينا نحن اللي بنجي على هذا المحل. شرف. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مرحبا بين هلا بالضبط. دقيقة واحدة عم تسمع بالضبط. بسيط. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. الحقيقة يا سيد أبو وسيم، أنا جاي لعندك لحتى نتابع موضوع الأولاد. قبل ما نتابع موضوعنا، قهوة ولا شاي؟ سلامتك، ما بريد شي. ما بيصير. مر معلم، جيب لنا قهوة يا أبو سعدو. إيه مو على راسي معلم. أبو وسيم، قومي لحقي حالك، القاضي الشرعي عند المعلم. مشان شو؟ لك شو بيعرفني؟ قومي لحقي حالك. واللي ما بيحضر ولادت عنسته شو بتجيب له؟ فهمك كفاية. طيب روح شوف شو. مرحبا بسليم. أهلين يا بسعدو. تسمح لي عمل تليفون من عندك؟ لمين؟ أنا ناس يا أخي. قديش الرقم؟ هلا أنت أعطيني خط ولا يهمك. شرف. الو، مرحبا مدام، ابو سعدو معك يا بي. لحي حالك، يا بتلحقي يا ما بتلحقي. القاضي الشرعي عند المعلم، مو من شانك من شان مرته. لحي حالك، اللي ما بيحضر ولادة عنسته شو بتجيب له؟ فهمك كفايه. الله معك يا خانو. تعرف لك جميل، نحن امبارح غلطنا غلطه كبيره. وبشو غلطنا بقى؟ كان لازم يا أما نوصل البنات على البيت ونعرف عنوانهم وين ساكنين، يا أما نعزمهم لعنا لهون. ما صار شيء. إذا بدك اليوم ننزل على الكافيتيريا وبجوز نشوفهم، وبركي ما إجوا. بسيطة، نسأل الجراسين عنهم إلا ما يعرفوهم. والله أنا خرطيت مشطي الكبيرة. تتذكر شو كان اسمها؟ فرح. أنا عجبتني أختها الصغيرة مراح. ناعمة مو هيك بالله؟ اثنيناتهم بجننوا احلى من بعضهم. اسمه الباشا مو هون، شو رايك نغسل وننزل نحنا كمان؟ ايه معقول هدول يلتكشوا فينا؟ ايه بركي شافونا وعملوا حالهم ما بيعرفونا. يا اخي ليشوفونا بالاول. إيه انا صعب علي انصدم. ما رح تنصدم. اذا شفناهم بنعزمهم لعنا، ما شفناهم نقعد انا وياك نتسلى. لك ما اختلفنا، بس معقول هدول يفكروا فينا؟ شو ناقصنا؟ شباب مثل الفله. بس هدول دكاترة. لك يا أخي جميل، الحب متى ما وقع لا بيعرف دكتور ولا غيره. روح روح لإلك روح. شرف أستاذ. الله يعوض عليك يا أستاذ حسان. إيه أنسي رباك، كلي معالي ودعي لي. والله ما حدا كذبان غيرك يا أبو سعد بهالمديرية. هلأ حسدتونا على المعلقين اللي معناه؟ مو حسد، برافو عليك، والشاطر ما يموت. عدعي لي أنسي رباك. إيه أستاذ مجدي، بقيان عندي معلق بالبراد، تاخده؟ شكرا. اخي بنقبض حقه اخر الشهر، معلق تازه ما بيتفوت، اسمع مني. علي الحلال ما بتاخذ اخوه من السوق 250 ورقه. خلاص ابو سعدو، اعطيه هديه مني. شكرا اخي حسان. مشاني، اجبر القاضي لابو سعدو. ماشي الحال. ابو سعدو، بدي تحط لي اياه بكيس وخليه على جنب. بس انت بدك طالع لي من الدائره ها؟ لانه انا ما بدي حدا من الموظفين يشوفني حامل وطالع فيه. تكرم عيونك استاذ مجدي. سجلوا علي وباخر الشهر بعطيك حقه. على عيني، فرض نقطع البراد. ايه يا اخت وسيم، شو قلتي؟ انا مستعدة اعطيه فرصة ولاخر مرة. يعني موافقة ترجعي له؟ موافقة. الله يحيي اصلك. كرامة لهالاطفال بس. يعني مو مشاني. ماشي الحال. نحنا ما بدنا اياكم ترجعوا لبعضكم وانتم مغلوبين على امركم. بدنا الحب اللي كان يربطكم على القديم يرجع يربطكم من جديد، لكن بشكل افضل واقوى. يعني هو بيعرف مشاعري تجاهه. طيب ابو وسيم، هي الاخت ام وسيم موافقه على الرجعه، انت بقى شو رايك؟ والله انا عفواً، جا
جلسة خاصة؟ لا لا أبداً أبداً، تفضلي. أستاذ خالد بقدم لك مدام جانا، أرملة المرحوم عطوان أبو المجد. أهلا وسهلا مدام. الأستاذ خالد أبو العز، القاضي الشرعي بالمحكمة الشرعية. أهلا وسهلا، تشرفنا. الله يقدرنا ونخدمك. شكرا. ميمون مشي الست، شوف شو بدها، خلينا نكمل حديثنا. بعتقد حديثنا انتهى. ايه لا لسه ما انتهى. يا ست نحن قاعدين بجلسة عم نحكي فيها بموضوع عائلي، بقى لو سمحتي تركينا الغرفة لحتى نكمل اجتماعنا. اولا انا بدائرة رسمية وقاعدة بغرفة مديرها، ثانيا انا مراجعة ومواطنة ومن حقي فوت اي غرفة بديها حتى كمل معاملتي، ثالثا انت شو صفتك حتى تطرديني من الغرفة؟ انا زوجته. كنتي بعدين انت موظفة هون مو زوجته، ومالك حق تطردي حدا من الغرفة بوجود مديرك، مديرك هو اللي بيحكي. ارجوكم يا جماعة الشغلة مو محرزة، لا تكبروها كتير. سيد ابو وسيم شوف الخانم شو بدها مشيها وبعدين منكمل حديثنا. ايه لا انا مالي ماشية، ميمون اطلب لي فنجان قهوة. حاضر. مر عليه جيب قهوة يا ابو سعدو. لا تجيب قهوة يا ابو سعدو، اسمع كلمة مديرك يا ابو سعدو، اسمع كلمة مرت مديرك يا ابو سعدو، اسمع كلمة زوجة المستقبل يا ابو سعدو. نجوم السماء اقرب لها يا ابو سعدو، بدنا نتجوز ونكيد الاعادي يا ابو سعدو. جوازة برصي يا ابو سعدو. شو معلي جيب قهوة ولا ما جيب؟ روح جيب قهوة يا ابو سعدو. إيه اذا بتجيب لها ما بتلوم غير حالك يا ابو سعدو، فهمها انه نحن اللي بيلبق لنا نشرب القهوة يا ابو سعدو، فهمها انه نحن الذهب العتيق واللي ماله قديم ماله جديد، فهمها انه لو كانت منيحة ما كان تركها، فهمها انه عم بيضحك عليها واخرته مرجوعه لمرته ام ولاده، فهمها لو بدها تشتي كانت غيمت يا ابو سعدو. قومي طعي لبرا يا ابو سعدو. استحي استحي على حالك، عيب شو هالتصرف هاد. زعلت عليها ما؟ زعلت عليها ما؟ زعلت على مشاعري؟ اختي الشيطان يا جماعه، اختي الشيطان، اختي ابو وسيم كرمالي هالمره اختي الشيطان. لك مو شايف يا حضرة القاضي، لك ما معي حق انا اطلب الطلاق منه؟ شوف شلون مواقفه معي، واقف مع شافة مراجعة ضد مرته وام ولاده. فتحي عيونك وليش؟ انا مالي شافة مراجعة، انا ست ومزين البلد كلها. عيب عيب يا ام وسيم، انت عم تهيني مواطنة، عم تهيني مراجعة مكتبي. وينك يا سيادة القاضي؟ انا بدي ارفع عليها دعوة. اتركي وليه؟ لا 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 لا، ما وصلنا للمحاكم يا جماعة، شبكوا نخزوا الشيطان. هلا قالوا لي شو اعمل؟ جيب قهوة ولا ما جيب؟ جيب سم الهاري، اصلا انا ماني قاعدة. لا يا خالم طولي بالك، نحن اللي رايحين، خليكي ولا على بالك. تفضلي مدام. ايه بدنا نكمل حديثنا بعدين بعدين. طيب. هلا ما قلتوا لي جيب القهوة ولا ما جيبها؟ جيب القهوة يا ابو سعد. إن شاء الله رقتي. يعني معقول اللي بشوفك وبيقعد معك ما يروح؟ تسلمي لقلبي شمزوقة، انت بتشبه البحر، البحر ساقي صغيرة تعكره وانت هيك. بس انا ما كنت حابة يحصل هيك شيء قدام صديقك القاضي، ما قلت لي شو بده؟ داخل وسط خير، بده يرجعنا لبعضنا انا ومرتي. وانت موافق؟ اعوذ بالله، شو موافق؟ شو نحن اولاد صغار؟ أنا أخذ قرار لا رجوع ولا نكول. يا عيني عليك، لأني أنا الثانية أخذ قرار لا تصغرني قدام أولادي. يعني وافقتي تكتبي لي الفيلا؟ وافقت، بس بالأول بدي حط صيغة اتفاق بيني وبين أولادي،
هن فاتحوني برغبتهم انهم حابين يرفعوا دعوى ازاله شيوع ونتقاسم التركه. ايه شو عليه؟ تقاسموا. وانا رح كون صريحه معهم، رح حطهم واحكي معهم بمنتهى الصراحه. بدي اقول لهم انا بدي اتجوز، وهذا الكم وهذا الي. المهم الفيلا ما تفرطي فيها. الفيلا يا الي يا الهم، بنعمل اتفاق عليها. معناها منأجل كتل الكتاب لحتى تنهوا اجراءاتكم. وهو كذلك. وامتى رح تبحثي الموضوع مع الاولاد؟ الليله. خير البر عاجله. ليش واقفة هون يا خالو؟ أهلين أبو سعد، عم بستنى الميكرو. الميكرو؟ مو حرام القوام الحلو هذا يطلع بالميكرو ويركب مع اللي بيسوى واللي ما بيسوى؟ أنت بالبقلك أحلى سيارة توصلك يا معلمتي، أخرتك الميكرو. امشي معي لوصلك بسيارتي، امشي. لا معلش رح أطلع بالميكرو. ملالي خضوطت البدن وغلاظة شوفير الميكرو. بعدين كتبتي وصيتك قبل ما تطلعي؟ لشو الوصية؟ اللي بده يطلع بالميكرو يا خالو بده يكتب وصيته، وبده يودي أهله وحبايبه قبل ما يطلع. ابن خالتي اشتغل شوفير دبابة، بعدين على البيتي إير، بعدين نقل على الميكرو. بقى اطلعي لوصلك يا خانم بيكون أحسن لي. شكراً. هيك اضحكي، والله ما بحب شوفك عابسي. أساساً أنا عم طحنك معك لحتى ونسك ونسيك اللي صار معك اليوم. اطلعي معي شوفي سواتي وشوفيني، بنفع كون شوفير ميكرو ولا لا؟ لك يا أبو سعد طريقك غير طريقي. باخذ لك الطريق مقطعة وما بخليك تحسي الا الميكرو عم يوصلك. وحياتك ما بوقف لك ولا على اشاره، واذا انزلقت على الشمال بكسر لاخر يمين بدون غماز، واذا انزلقت على اليمين شو بساوي؟ بطلع على الرصيف وما بنزلك الا بنص الشارع. شو رايك؟ يلا امشي لك، انا مثل اختك. قصدي مثل اخوك. لك يسلموا لي اسنان اللولو يا حق. جربي تعي تفضلي. يلا يسلموا ايديك. الله يسلمك يا خانو بتهون. مالي غيرك يا ابو سعدو، توقف معي وتساعدني بهالمحنه. لعيونك. بدي تراقب لي اياه وين بيروح وين بيجي ومع مين عم بيسهر، ولك اكراميه محرزه. ما بدي اكراميات يا خانو، الله يسامحك. قاليان ايال بيجمع راسين بالحلال على فرد مخده، واخوه عم يخدم اخته. بعدين قليل العذاب اللي عم يتعذبوا اولادكو. الله اعلم فيهم. ايه عشت كل العمر محروق قلبي على ولد. اتجوزنا الاولانيه طلعت ارض بور، اتجوزنا الثانيه طلعت فاشوش، حملت 50 مره وطلع الحمل كذابي. هذا نصيبك من الدنيا، المهم الواحد ما يقاس. من وقال لك يا اسا؟ والله اذا بصير بمشي على العكاكيز الا ما اجيب ولد. منين؟ قله نسوان يا خانو. هلا بعد هالعمر مين بدها تاخذك؟ كل ام حمسوسه ولها كيال اعور. وبكرة بتشوفي الطيب بيذكر الطيب. يعني ناوي تتجوز على أم سعده؟ لك الموت وما خلف ولد يحيي ذكري. طب ما تتجوز، شو عم تستنى لهلأ؟ ما بدها تجيني بنت الحلال المناسبة. الله كريم. شو وصيتك أبو سعده؟ بدي تقارير يومية عن ميمون، وكل تقرير بحقه. تكرم عيونك، كل تقرير بحقه على راسي. شو عم تعملوا؟ شوفت عينك عم نحفر كوسا. انتو رح تغطونا اليوم؟ شو مو معبين عينك يعني؟ على راسي. بس ليش حضرتك ماسك الكوساية بالمقلوب ونازل فيها حفر؟ هيك الاصول. الاصول تبدأ تحفرها من راسها مو من دنبها. من دنبها بتخلص امام. ولك يا فهيم،
العالم بيقشوا الأنزوعة من هون وبيحفروها من هون. الله لا يعطيك العافية كاسرة. مش عايز تنفس الرز بقلب الكوساية؟ يعني خايف عليها تنفجر؟ هيك قالوا لنا بدرس العلوم. هديك الكستنة يا فهيم مو الكوسة. ورجوني انت شو عم تساوي؟ ولك ليش هيك مكسرين الكوسة؟ البيع قال هيك موديلا. وانتي نسيم؟ الصاغ ايمتن على جنب الكوسة المحشي اللي عم تنكسر معي ايمتن لنفركي. يا حبيبي عليك طباخات، لا والله اكلنا محشي اليوم. الحق مو علينا، الحق على الحفارة، الحفارة عوجة. لا حبيبي الحفارة مو عوجة بس ايدك العوجة. وسيم ليش ما بيخترعون حفارة كوسة على الكهرباء؟ عم يستنوا حضرتك حتى تكبري وتتخرجي من الجامعة وتصيري مهندسة كهرباء مشان تخترعي لنا حفارة كوسة على الكهرباء، بس أنا خايف كمان تطلع عوجة. مرحبا ماما. أهلين ماما. تأخرتي. عجقة سير. شو عم تعملوا؟ شفناكي تأخرتي، قلنا رح نعملنا نفرق الكوسات. يعطيكم العافية حبيباتي، بس مو شايفين كيف كلهم مكسرين؟ هلا انت مو قلتي لنا انه بزمانك تعلمتي حفر الكوسة ببابا؟ مزبوط. ونحن هلا عم نتعلم فيكي احسن ما نتعلم بعريس المستقبل. لا ما حزنتوا. قوموا غسلوا يلا قوموا. شو بدنا نتغدى؟ رح جيب لكم فراريش من برا. يلا. والكوسة؟ وحيادك حبيبي، اليوم بحفرهم وبحشيهم وبطبخهم وبكره بتاكلون منيح؟ احسن شي ماما خديهم معك على الاوتيل وحفريهم هنيك. ايوه مشان ناكل كوسة 50 جنيه. يلا ماما. جميل. هلا انت مين عجبك فيهم؟ شو فارقه معي؟ الاثنين بيشبهوا بعض والاثنين بعمر واحد. انا ماني متذكره خليل من جميل. اللي اكبر بنص ساعه وخمس دقائق هذا خليل والثاني جميل. معناتها هذا اليك وجميل الي. انت شو فارقه معك اذا الاثنين بعمر واحد؟ قلتك مو هيك، المهم يقعوا بالفخ. سيدي خذي هي رقم تليفون اتصلي فيه. قلتك بابا نام. ألو نعم. ألو مرحبا. أهلين أمر. حضرتك خليل؟ لا أنا الباشا. الباشا؟ عفوا أنا طالبة خليل. إيه لحظة لحظة. خليل يا خليل. نعم يا باشا. تليفون إلك. يلا يلا. ألو نعم. مرحبا سيد خليل. اهلين مين؟ انا فرح. مين فرح؟ فرح يلي التقيت معه امبارح بالكافيتيريا، نسيت؟ ما بتذكر.
لك فرح، فرح أنا اختلا مرح، كيفو جميل؟ أنا جميل؟ أهلين جميل، كيفو خليل؟ ذكرتني؟ إيوة إيوة، بيسلم عليك، كيف كون؟ مناح، كنا حابين نعملكم زيارة على المزرعة، قلنا حالنا نشوف الخيل. أنتو والبابا والماما؟ لا، بالأول أنا وأختي مرح. أهلا وسهلا، بتشرفوا، إمتى بتحبوا تجوا؟ بكرة بعد الظهر، يعني مثل هالوقت، منيح؟ أهلا وسهلا، بتحبوا تجيبوا كاميرا معكم ولا أنا حضر لكم إياها هون؟ لشو الكاميرا؟ ما بكون تتصوروا مع الخيل؟ ايه طبعاً طبعاً. على عيني وراسي. أعطيني عنوان المزرعة لو سمحت. لا أنت أعطيني عنوان بيتكم وبروح أنا وخليل منجيبكم. زبدة الموضوع أنه أنتوا كبرتوا والحمد لله، أنت خطبت ورح تتجوز عن قريب، وأنت يا رنا رح تتهوني لبيت جوزي، وأنا رح أصفى لوحدي بهالفيلا الطويلة العريضة. المعنى؟ المعنى أني بحاجة لونيس، لإنسان كمل معه مشوار حياتي. هلأ بعد هالعمر؟ إيه هلأ، بالعكس هذا العمر اللي بحاجة فيه الإنسان للمودة والرحمة، للحنان والدفء، بحاجة للرجال يملي صوته البيت ورجولته تهز الحيطان. لا لا أنا ما عم صدق اللي عم اسمعه. أمي أنا بدها هيك شيء؟ لك أنت شو شو ناقصك هاي نحنا حواليكي وهي أختك عندك، شو بدك أكتر من هيك؟ لك شبك أنت شبك، ليش متضايق؟ اللي بيعطيني يا جوزي مو ممكن تعطيني يا خالتك. يا ماما انت هلا بهالعمر لازم تروحي تحجي تعدي تعبدي ربك، مو تحبي وتجهلي وتعشقي. لك يا بنتي يعني الانسان المؤمن حرام يحب؟ حرام يكمل نص دينه؟ لا مو حرام، بس مو لوحده مثلك ولاد الشباب. يا ابني الله عطاني الصحه والقوه والمال والجمال وبقيان لي هالكم سنه بهالحياه، حرام يعني اذا تنعمت فيهم. ومين هو؟ في حدا معين بحياتك؟ أيتي. مين هو؟ إن شاء الله رئيس دائرة الأرامل والمطلقات. هو درتي درتي ما لقيتي غيره؟ ليش شبه؟ هاد من مستوانا؟ نحن عائلة أبو المجد صناعيين وحضور اقتصادي كبير بالبلد، يصير عمنا جوز أمنا شقفة موظف كحيان؟ لا لا مستحيل نحن نوافق على هالشي. ليش حتى ما توافقوا؟ ليش أنتوا بدكم تتجوزوا ولا أنا؟ حتى ولو انت بدك تتجوزي بس نحن بيت حمانا شو بدنا نقلهم؟ وشو قلن عندي بيت حماكم؟ ان شاء الله بدي اخذ اذنهم. ما بدنا نعيش عيلة وحدة، هذا ما عنده مستوى اجتماعي. عنده ما عنده هذا الحاضر. قبل ما تحكوا اي كلمة انا موافقة نقسم الفيلا والبيت والمحلات والرصيد اللي بالبنك، ومن بكرة بتروح لعند المحامي بترفع دعوة ازالة شيوع، واذا ما رحت انت انا بروح. أبنائي أعزائي فلذات كبدي، بعتقد أنه آن الأوان لحتى نحكي مع بعض بصراحة. تفضلي. يعني أنتوا هلأ صرتوا كبار والحمد لله، يعني صار الواحد بيقدر يطمن عليكم في حال إذا ما يتشر عن قلبك. ماما أنا لا أقدر. ماما إن شاء الله أنا ولا أنتي. ماما ليش هالحكي؟ لا عم تفاولي على حالك. هلا ليش عم تخطفوا الكباية من راس الماعون؟ أنا مو هيك قصدي. لكن شو قصدك؟ أنا قصدي إنه عم بنخطب. شو؟ مثل ما عم بقلكن. ومين الحقير اللي بتجرأ ويتقدم ويخطبك؟ وسيم روح جيب لي سكين من المطبخ لروح اذبحه واشرب من دمه. طولوا بالكم ماما، انتوا فهموا القصة بعدين تمرجلوا. لا بدنا نسمع ولا بدنا نفهم. ضروري تسمعوا لأن الموضوع مصيري بيتعلق بحياتنا بمستقبلنا كلياتنا. مستقبلك معنا مو مع حدا تاني. تركوها لماما تعبر عن رأيها. تفضلي مدام خلينا نسمع شو عندك. نوري المحكمة. أبنائي أعزائي فلذات كبدي، أنتو مثل ما بتعرفوا أبوكم باع البيت لواحد دبق وغليظ وتلم، يعني بجوز يروح يجيب أغراضه ويجي يسكن معنا. إيه. أبوكم بجوز يطلع من البيت ويروح يتجوز. إيه. وأنا في شخص عارض علي يشتري حصة أبو رياض نطيع الشهرة. وشو؟ مثل ما أجب بالكم يعني تتجوزي مو هيك؟ ايه. مين هو؟ نعرفه؟ لا. موظف عندك بالدائرة؟
لا بالاوتيل. هلا انتو شو بدكم بهالشغله؟ المهم الزلمه بده يخطبني، انتو موافقين؟ اخي اعطوني هالسكين بقى. فهيم خلينا نفكر الموضوع بشكل عصري، مو همجي. تفضل يا فيلسوف زمانك فكر. اولا هذا الموضوع مرفوض تماما، ثانيا ماما مو بكره بتعدي بالبيت. يو والوظيفه؟ غنانا الله عنا. والاوتيل؟ بالناقص منه. ومنين بدنا نعيش؟ ماما هذا واجبنا، نحن مجبورين نقطع من لحم كتافنا ونقدم لك. لك تقبر قلبي انت شو حنون. حبيباتي انتو لساتكن صغار، لا بتقدروا تشتغلوا ولا تجيبوا دخل، بعدين انتو عندكم مدارس وقدامكم مستقبل. ايدي على راسي، مو اللي خاطبك هذا الغليظ اللي اسمه سامي اللي شفناه بالمستشفى؟ وفي غيره. ولك قولي لي وين بيشتغل لنروح اعمل له اللازم، كم بوكس وكم كيف وكم عضه. بتغار علي تقبرني؟ ولك معاشي بده يمس شعره واحده من راسك.